احنا معانا عبر تطبيق زوم الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الامريكي، وموجود معانا من نيويورك الامريكيه. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا ساره، واهلا بجمهورك الكريم، وهابي شافوز العيد اليهودي اللي هو النهارده. ده ظهر النهارده العيد ده ولا ايه؟ ما هو هابي شافوز واسمه كده، اسمه كده يعني العيد ده اسمه كان نعم موجود؟ الا ربنا. هو ممكن يتاجل من 14، ايه المشكله؟ 15 6 شهر العيد بتاعنا، يبقى موجود معانا في العيد بتاعنا، ايه اللي لكن حصل الموضوع مش فجأة؟ عيد خالص يعني. ايه اللي حصل بقى؟ هو بص هقول لك حاجه، يعني مجزره النصيرات هي اللي قالت لا، واحد في غضب كبير جدا من الكثير من الدوائر في الولايات المتحده الامريكيه من هذه المجزره. ايضا الامين العام الامم المتحده السيد جوتريس قال هذه جريمه من جرائم الحرب، جريمه جديده ومجزره جديده. 270 واحد اتقتلوا عشان يحرروا 4 رهائن. فكمان في مظاهرات ضخمه قدام البيت الابيض وقدام الكابيتال. كان ممكن يكون كمان في محاذير امنيه، لان يعني المجيء بمجرم حرب يلقي كلمة يعني للتكريم أمام الكونجرس الأمريكي، منعقد بغرفتيه الشيوخ والنواب مجتمعين مع بعض، علاوة إن في نواب هددوا إن هم هيقاطعوا، ونواب قالوا هنحضر وندي ظهرنا في يعني اعتراض عليه في هذه يعني الجلسة. وأعتقد أن هناك يعني بعض الوقت 24 يوليو القادم، يعني طب العيد هيقعد 45 يوم يا سارة؟ مش معقولة 45 يوم العيد ده، هما يومين لو هما يومين وافتكرناهم فجأة. بالظبط كده، فاجأة، الله ينور عليك. فيعني هو الموضوع طبعا الاحتقان اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، على فكرة من الحزبين، يعني من حزب الرئيس الديمقراطي والحزب الجمهوري. فكيف يكرم يعني بنيامين نتنياهو وياتي في هذا التكريم في ظل وجود هذه المجازر التي يرتكبها، على امل 7 يعني 24 يوليو القادم يكون بدا في حل يعني الهدنه والمرحله الاولى، فيكون انتصارا للدبلوماسيه الامريكيه والبيت الابيض، يمكن ان يغطي هذا على هذه الزياره. ولكن الان بالتاكيد لن تكون ابدا صحيحه او في مكانها او في حيزها المفترض ان يكون في السياسه الامريكيه. وهناك يعني خلاف كبير واضح على الظهر على سطح العلاقات الامريكيه الاسرائيليه، ويعني في اتفاق طبعا على الدعم الكامل واتفاق على يعني القضاء على حماس، ده متفقين عليه، ولكن اتخاذ هذه الاجراءات التي تثير اشمئزاز العالم كله النهارده، يعني ما يلبسوا لبس المقاومه الفلسطينيه وحركه حماس والجهاد الاسلامي ويخشوا في واضح النهار، يعني الناس بتحس دايما في النهار بالامان، ان الغارات دايما بتبقى الفجر يا اما بتبقى بالليل، فخرجوا وراحوا الاسواق وراحوا بداوا يعيشوا حياتهم في هذه الرقعه في النصيرات، وتم يعني القصف والقتل، فكانت عدد الضحايا اكثر. وده اللي كان عايزه بنيامين نتنياهو، هو مش عاوز بس يحرر الرهائن، هو عايز يحرر الرهائن يعني بحدث جلل يحاول يغطي على انسحاب ويعني واستقاله جالانت و يعني عموما اعتقد انه ده يعني موضوع يستحق ان احنا يعني نقف عنده، فكره التاجيل ايا كانت يعني الاسباب المعلنه من تاجيل هذا الخطاب، ولكن بيظل انه موضوع مهم ولافت للنظر. عايز اخد حضرتك سريعا لموضوع تاني، وانا بتابع الصحافه الامريكيه ووسائل الاعلام الامريكيه خلال الاسبوع الماضي من وقت الاحتفال بالذكرى ال80 ليوم الانزال او ما يطلق عليه الدي دي، الانزال في نورماندي من وقت الحرب العالميه الثانيه، وشايفين الوسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن إنه يعني كأنه بنتكلم عن مظلمة، وشوفوا النازيين كانوا بيعملوا فينا إيه، وشوفوا النازيين وصلونا لفين، و و و وبيربطوها بالانتخابات الرئاسية القادمة، وإنه لو هذا الأمر يعني هذا الأمر ممكن يعاد تاني مع انتخاب أو إعادة انتخاب ترامب. إيه السبب في إنه الإعلام الأمريكي بيستخدم هذا الموضوع دي دي أو اليوم الإنزال أو هذا الأمر في مسألة إعادة انتخاب ترامب؟ هو هم بيربطوا باليمين
واليمين المتطرف في أوروبا، وخاصة في الأسبوع الماضي اليمين حقق انتصارات كبيرة جدا. هم عندهم يمين معتدل ويمين متطرف، وده اللي هيخلي الأغلبية اللي هم خدوها مش يعني بأغلبية مش كبيرة قوي، يعني عدد الأغلبية اللي موجودة ما هياش ضخمة، ولكن انقسام اليمين حتى الأوروبي في البرلمان الأوروبي هيخلي هيبقى صعب عليهم جدا ان هم يمرروا الكثير من القوانين، فبيربطوا ما بين ترامب بس احنا ومن شايفين اليمين. شايفين المنافسة قوية يعني، المنافسة قوية بالتأكيد، واعتقد ان وأغلبية يمينية. يعني في أغلبية بالتأكيد، ولكن يعني ده بيديكي انطباع ان اوروبا بدأت تكفر ب يعني الديمقراطيين وافكارهم، يعني بيتجهوا الى ممثلين الأحزاب اليمينية المتشددة في أوروبا في محاولة إلى لا كان ترامب على صواب. وأعتقد أن يعني مثلا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا هي بالتأكيد من الحزب اليمين في إيطاليا، وتعتبر النموذج الترامبي يعني هو النموذج اللي هي ماشية عليه، وبرضه ماري ليبان في فرنسا هتهدد بالتأكيد ماكرون في الانتخابات القادمة لأنه حقق انتصارات على المستوى النيابي هناك. فبيربطوا دائما ما بين ترامب وما بين اليمين المتطرف، واليمين المتطرف بيربطوه دائما بما حدث في أوروبا وما في الحرب العالمية الثانية، فهي إسقاط فقط على ما حدث. ولكن يعني أعتقد أنها ليست لم تكن هذه المعركة معركة ذات قيمة قوي، يعني هو نعم. بس بيكبروها قوي ده دي داي دوت يعني. بشكر حضرتك دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، بشكر حضرتك على وجودك معنا عبر تطبيق زوم من مدينة نيويورك.